قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن ما سماها الحركة المباركة الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان. وأضاف تبون في مقابلة هي الأولى له مع الجزيرة أن ذلك الحراك انتصر بفضل سلميته تحت حماية الأمن والأمن. ألو ألو، شكون معايا؟ مرحبا. ألو شكون معايا؟ مرحبا. الكلام على الحراك المبارك الأصلي انه انقذ الجزائر من كارثه كانت يعني واضحه المعالم، وكنا ماشيين في داهيه كما يقولوا بالعامه. يعني كان تقهقر الدوله الجزائريه وصل درجه تاع الذوبان، يعني ما بقاتش دوله، عصابه بهالدرجه. واضاف تبون ان 13 مليون جزائري انقذوا بلدهم وقطعوا الطريق على تمديد العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأفشلوا محاولة ما سماها العصابة في الاستمرار في السيطرة على الدولة الجزائرية. كنا ماشيين شبه عهدة خمسة، رئيس ما يسيرش، يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام، حتى في عصابة باش تستولي على السلطة في الجزائر مدة سنة خمس سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة لو كان استمرت الذوبان تاع الدولة هذه. وقال الرئيس الجزائري أن استمرار استقرار الجزائر يعود الفضل فيه إلى قوة الجيش الذي قال إنه مؤسسة دستورية تقدس الدستور وفق تعبيره. والله علاقة حميمة وعلاقة احنا نعتبرها طبيعية، لدرجة أن حتى لما صحفيين أوروبيين ولا يطرحوا سؤال احنا نتفاجأ، لأن ما فيش مشكلة، ما كانش الجيش مؤسسة دستورية والجيش يقدس الدستور والجيش حامل حماية، يعني معروفة أن الجزائر كان استقرارها ما تمسش لأن الجيش قوي. كما قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الانتخابات التشريعية المقبلة مهمة جدا، مذكرا بأنه التزم في حملته الانتخابية بتسليم البلد للشباب والشعب والمجتمع المدني. أنا حتى في الحملة الانتخابية التزمت وراني نوفي بالالتزامات تاعي أن نسلم البلد للشباب والشعب المجتمع المدني. رانا في تقريبا في ست شهور ولا سبع شهور ننظم في المجتمع المدني باش ما يبقاش يعني فوضى هكا في الشارع فقط. رأي عام منظم، شباب منظم. اليوم الجزائر تحتوي على 100 جامعة ومراكز جامعية، 10 مدارس عليا، تخرج ما يقارب 250 ألف جامعي سنوي. هل تبقى بالنمط تسير النمط القديم؟ لا. وفي الشأن الفلسطيني قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن موقف الجزائر، أنا قلت لك المواقف تاعنا ما تغيرش لا بالتقادم ولا بالتخاذل. في اتفاق على مستوى الجامعة العربية، كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي، يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا أراضي ولا يحزنون. وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الرئيس الجزائري إن بلاده رفضت أن تكون طرابلس أول عاصمة عربية ومغاربية يحتلها من سماهم المرتزقة. وأضاف تبون في مقابلة مع الجزيرة أن الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين أعلنت أن طرابلس خط أحمر كان تقصد ذلك جيدا، معتبرا أن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر. ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. كنا ندخلوا آنذاك. تدخلوا عسكريا؟ ندخلوا بصفة ولا أخرى. ما نبقوش مكتوب في الآيات. ولا
لما قلنا خط احمر حقيقه كان خط احمر. وفهمنا اللي عند وصلت الرساله ولم تحتل طرابلس. ننوه الى ان مقابله الجزيره مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ستبث اليوم ضمن برنامج لقاء خاص عند الساعه 7:05 مساء بتوقيت مكه المكرمه. كما ننوه الى ان المقابله مع الرئيس الجزائري ضمن برنامج لقاء خاص سيعاد بثها صباح الاربعاء عند الساعه 1:05 صباحا بتوقيت مكه المكرمة.